ساره، يعني انت هني للتضامن مع الاخ جمال الساير كحاله، يعني مش علشان جمال الساير لحاله، يعني بشخصه الكريم لشخصه وحق كل انسان تعرض حق نفس اللي تعرض له. يعني احنا شبابنا، يعني اول شيء ضع مستقبل شبابنا عشان كلمه الحق، وما في احترام حق شيابنا عشان كلمه الحق. طيب احنا عيل ليش كويتين؟ انا شنو لاجئ بديرتي؟ انا جاي اتكلم عن حقي وحق كل عيال ديرتي. يعني هني انا عمري ما راح اسكت عن حق اشوفه قدامي، ولا عن ظلم راح اشوفه قدامي، ولا عن اذيه، ولا عن حراميه، ولا عن احد. طول ما انا كويتيه وجنسيتي كويتيه وعايشه بهالديره وعايشه من خيرها، وان شاء الله كلها نتيجه. ساره انا شفتك وانت جايه وقعدت لحالك، يعني بزاويه لحالك، ما جيت عند الشباب ليش؟ لان الامانه ما اعرف احد. يعني انا دائما احضر ساحه الاراده اول ما اشوف اي نداء من اي مواطن ولا حتى مقيم ولا حتى اي احد، اي احد واقع عليه الظلم، دام ان عندي الوقت وعندي القدره ليش لا؟ زين ساره انت منتميه الى تيار سياسي، فكر سياسي، اي شيء؟ لا والله انا منتميه حق الكويت. منتميه حق الكويت، واللي جابت ساحه الاراده هي حادثة احتجاز الشاعر الوطني جمال الساير، لأن أنا ما عمري شفت منه غلط. طيب سارة، في عشرات الشباب والشابات الكويتيين لاجئين في الخارج، ما سمعنا لك رأي فيهم؟ بالعكس أنا وايد تكلمت، بس طبعا أنا يعني أعتبر جديدة بمجال تويتر، لأن أنا كان لي قضية وهذه القضية هي اللي دخلتني تويتر،